اهلا بيكم. النهارده حلقه مهمه جدا، لان النهارده هنشرح ازاي نوصل اي سيرفر عندنا في البيت زي مثلا نيكست كلاود او الهوم بريدج او البليكس بالانترنت، بحيث نقدر نخش عليه من اي مكان في العالم باستخدام ويب ادرس او دومين نيم. الحلقه النهارده محتاجه تركيز وفيها تفاصيل كتير، فخليكم معانا عشان هنقول كلام مهم. اهلا بيكم في سمارت تك بالعربي. النهارده هنستخدم السيرفر بتاع نيكست كلاود كمثال علشان نوصله بالانترنت. وعلشان نوصل اي سيرفر عندنا في البيت بالانترنت محتاجين نمر باربع خطوات او ننفذ اربع خطوات. بس قبل ما نشرح الاربع خطوات دول خلينا نشرح في دقيقه كده الموضوع كله على بعضه بيشتغل ازاي علشان نفهم احنا بنعمل ايه بالظبط. لو انت عايز تعمل publishing للسيرفر بتاعك او تنشره على الانترنت هتعمل ايه؟ كلنا عندنا راوترز، والراوتر بتاعك بيبقى ليه IP address انت بتبقى واخده من شركة الاتصالات اللي بتديك وصلة على شبكة الانترنت. فلو انت قاعد على الانترنت من برا البيت وكتبت الاي بي ادرس بتاعك علشان تتواصل مع السيرفر اللي في البيت، الكونكشن دي مش هتحصل. ليه؟ لان مفيش وصلة مباشرة ما بين الراوتر بتاعك والسيرفر. وهنا يجي دور البروكسي مانجر اللي اسمه انجن اكس. البروكسي مانجر ده وظيفته ان هو يوصلك الراوتر بتاعك بالسيرفر اللي انت عامله، سواء انت عندك سيرفر واحد او كذا سيرفر، وبيتعرف عليهم عن طريق ارقام البورتس اللي متحددة لكل واحد. ناخد بالنا ان علشان الاتصال ده يتم لازم نغير في السيتنجز بتاعه الراوتر ونفتح البورتس رقم 80443 علشان الراوتر يسمح للترافيك اللي جاي من الانترنت انها توصل للانجن اكس ومنه للسيرفر بتاعك. في حاجه كمان لازم ناخد بالنا منها، ان شركه الاتصالات بتاعتك ممكن تغير الاي بي ادرس بتاع الراوتر كل شويه، وده يشكل عائق ويخليك ما تقدرش تتواصل مع السيرفر بتاعك من خلال الانترنت. وهنا يجي دور السيرفيس بتاعه الدك دي ان اس. ده عباره عن ويب سايت بتعمل عليه دومين مجاني، وبتربط الدومين ده بالاي بي ادرس بتاعك، بحيث ان لو الاي بي ادرس بتاعك اتغير الدومين يفضل ثابت وعنوان السيرفر يفضل ثابت برضه. فلو انت كتبت الدومين بتاعك من على اي جهاز من على الانترنت تقدر تتواصل مع السيرفر بتاعك بدون اي مشكله وبامان تام. نيجي بقى للاربع خطوات اللي احنا هنعملهم. اول خطوه ان احنا نحضر الدومين نيم او الويب ادرس اللي من خلاله هنخش على السيرفر بتاعنا، وفي ده هنستخدم السيرفيس بتاعت الدك دي ان اس دوت اورج. تاني خطوة ان احنا هنخش على الراوتر بتاعنا ونفتح البورت رقم 80 والبورت رقم 443 علشان نسمح للترافيك اللي جاي بالانترنت انها تخش على السيرفر بتاعنا. وكمان مع الخطوة دي هنتأكد ان مفيش كونتينر ثانية او سيرفر ثانية بتستخدم البورت 80 او 443. وتالت خطوة ان احنا نعمل سيت اب للانجن اكس اللي هو البروكسي مانجر بتاعنا، اللي هو هيبقى همزه الوصل اللي بيوصل لي الترافيك اللي جاي من الانترنت للسيرفر بتاعي. ورابع خطوه والاخيره ان احنا نظبط الانجن اكس علشان نوصل الويب ادرس بتاعنا بالسيرفر بتاعنا علشان نقدر نخش عليه من اي مكان في العالم باستخدام الويب ادرس. خلينا نشوف مع بعض اول خطوه هنعملها ازاي، اللي هي تحضير الويب ادرس او الدومين نيم باستخدام السيرفيس بتاع الدك دي ان اس. اول حاجه هعملها اني هروح على جوجل واكتب دك دي ان اس علشان اخش على الويب سايت بتاع الدك دي ان اس واعمل لوجن باستخدام الجوجل اكاونت بتاعي. وبعد كده هروح على المربع الابيض اللي في النص اللي مكتوب فيه سب دومين واكتب السب دومين اللي انا عايزه. انا هنا هستخدم سب دومين هسميه sma-demo وادوس على زرار الدومين. كده هو عمل لي عنوان جديد مخصوص اسمه sma-demo.duckdns.org وربطه بالاي بي ادرس بتاع الراوتر بتاعي. نيجي بقى الخطوة اللي بعد كده، ان احنا نفتح البورت رقم 80 والبورت رقم 443 في الراوتر بتاعنا علشان نسمح للترافيك اللي جاي من الانترنت انها تدخل على الكونتينر او السيرفر بتاعنا في البيت. كلنا عندنا راوترز مختلفة وكل واحد فيهم بيشتغل بطريقة مختلفة والانترفيس بتاعه مختلف، لكن الاوتلاين هيبقى واحد. كلنا اكيد عندنا في الراوترز بتاعتنا سيكشن كده اسمه Advanced Settings، وتحت Advanced Settings دي هنلاقي حاجة اسمها Port Forwarding، وتحت Port Forwarding دي هنلاقي الامكانية ان احنا نفتح البورت رقم 80 و443. خلينا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. هفتح الويب براوزر بتاعي واكتب الاي بي ادرس بتاع الراوتر، وطبعا كل واحد فينا الراوتر بتاعه مختلف،
فأنا بدور على سيتنج اسمه بورت فوروردنج، أنا عارف إن أنا هلاقيه تحت كلمة أدفانسد سيتاب، فهروح على أدفانسد وبعد كده أدفانسد سيتاب وبعد كده هنزل على بورت فوروردنج. أنا هنا كنت فاتح البورتس رقم 4483 أوريدي على الراوتر بتاعي وموصلهم بالآي بي أدرس بتاع الراسبيري باي بتاعتي اللي هو 10.0.0.23، بس هوريكو ازاي ممكن تتعمل. فهروح على Add Custom Service واملأ في الخانة بتاعة البورتس، املأ الخانة رقم 80.443 ودي السيرفيس دي اي اسم انا عايزه، انا ممكن اسميها مثلا انترنت، واكتب الاي بي ادرس بتاع الراسبيري باي بتاعتي 10.0.0.23، ومفروض هنا ندوس Apply، بس انا مش محتاج ادوس Apply علشان انا اوريدي فاتح البورتس. بس هي دي الفكرة، ازاي تقدر تفتح البورتس في الراوتر بتاعك. بعد ما فتحت البورت رقم 80.443 عايز اتاكد ان مفيش كونتينرز تانية او سيرفرز تانية بتستخدم البورت رقم 80. في الاغلب اللي متابعنا من الاول واللي عمل سيت اب للاوبن ميديا فولت معانا هيلاقي ان الاوبن ميديا فولت بيستخدم البورت رقم 80. تعالوا نشوف هنغير ازاي السيتنج ده في الاوبن ميديا فولت عشان نفضي البورت ده. عشان اغير رقم البورت بتاع الاوبن ميديا فولت هفتح الويب براوزر واكتب الاي بي ادرس بتاع الراسبيري باي، فهيفتح لي اوبن ميديا فولت، هدخل اليوزر نيم والباسورد، وبعد كده هروح على جنرال سيتنجز اللي هي اول اوبشن على الشمال، وهلاقي ان رقم البورت فعلا اللي شغال عليه الاوبن ميديا فولت هو رقم 80، فهغيره لاي رقم انا عايزه. انا هنا هعمله 82 وادوس على سيف، وبعد كده ابلاي، وبعد كده ادوس على يس. فكده هيغير الكونفيجريشن بتاع الاوبن ميديا فولت، وبعد كده هيديني ايرور مسج. دي كده معناها ان رقم البورت اتغير. فعشان اتاكد هكتب الاي بي ادرس بتاع الراسبيري باي وبعد كده نقطتين فوق بعض و82 اللي هو رقم البورت الجديد، فهلاقي ان الاوبن ميديا فولت فتح على الرقم الجديد اللي هو 82. يبقى انا كده فضيت البورت رقم 80 عشان الانجن اكس يبقى يستخدمه. نيجي بقى للخطوه الثالثه اللي هي هنعمل فيها سيت اب للسيرفر بتاع الانجن اكس. يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجه عايزك تعملها انك تفتح ملف تكست وتخليه كده فاضي على الشمال زي ما انا عامل على الشاشه عشان هستخدمه بعدين، وعلى اليمين تفتح برنامج الباتي لو انت بتستخدم ويندوز او برنامج التيرمينال لو انت بتستخدم ماك. ومن خلال برنامج الباتي او التيرمينال هنعمل ريموت اكسس للراسبيري باي بتاعتنا عن طريق ان احنا هنكتب امر ssh pi at وبعد كده تكتب الاي بي ادرس بتاع الراسبيري باي وتدوس انتر وبعد كده تدخل الباسورد. بعد كده عايزين ندخل على الكونفيجريشن فولدر بتاع الدوكر بتاعنا اللي كنا عملناه سيت اب قبل كده على الاوبن ميديا فولت، فهنجيب العنوان بتاعه منين؟ عشان نجيب عنوان الفولدر ده هنروح على الاوبن ميديا فولت ونروح على الشيرد فولدرز، وبعد كده نجيب الابسولوت باث بتاع الدوكر كونفيج بتاعنا ونفتح الويندو كده عشان نشوف، وندوس رايت كليك انسبكت، بعد كده هيعلم لنا على العنوان فهندوس عليه دبل كليك، وبعد كده ناخد الكوبي، وبعد كده نرجع للتيرمينال بتاعنا ونكتب cd او change directory ونعمل paste لعنوان الفولدر علشان نخش جواه. وبعد كده هنكتب شوية اوامر مع بعض هسيبها لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو علشان ناخدها copy وpaste. اول تلات اوامر دول بيخلوني اعمل update للباكج بتاع الدوكر كومبوز. الدوكر كومبوز ده اللي بيديني امكانية ان انا ابني كونتينرز على البلاتفورم بتاع الدوكر. هاخد اول امر copy واعمل له paste في التيرمينال ودوس enter، وبعد كده ارجع اخد الامر الثاني كوبي واعمل له بيست في التيرمينال وادوس انتر، واخد الامر الثالث برضو كوبي واعمل له بيست في التيرمينال وادوس انتر. كده عمل لي ابديت الدوكر كومبوز بتاعي. الخطوه الجايه بقى ان انا عايز اعمل فولدر جديد اسمه انجن اكس جوه الدوكر كونفيجريشن فولدر، فهروح اخد الامر الرابع اللي اسمه ميك دايركتوري انجن اكس واعمل له بيست في التيرمينال. كده انا عملت الفولدر. نفضي بس الشاشه شويه عشان نشوف احنا بنكتب ايه، فهكتب كلير وادوس انتر عشان نفضي الشاشه وننضفها كده. الخطوه الجايه بقى ان انا عايز ادخل جوه الفولدر ده، فهاخد الامر الخامس اللي هو cd engine x او change directory engine x. كده يبقى انا دخلت جوه الانجن اكس، وجوه الانجن اكس ده عايز اعمل فايل جديد اسمه config.json، فهروح للامر السادس اللي هو sudo nano config.json، هاخده كوبي وبيست برضه. هيفتح لي التكست اديتور بتاع لينوكس، وبعد كده اخد المحتويات بتاعه الفايل ده كوبي واحطها بيست، بعد كده ادوس كنترول اكس، بعد كده شيفت واي عشان يسيف، وبعد كده ادوس انتر. كده انا عملت الكونفيج دوت جيسون جوه الانجن اكس. الخطوه الجايه ان انا هعمل ملف تاني اسمه دوكر كومبوز دوت يامل، فهروح على الامر السابع
واخد الامر ده كوبي واعمل له بيست في التيرمينال، هيفتح لي تاني التكست اديتور بتاع اللينكس. بعد كده هنزل اخد محتويات الملف ده كوبي واعمل لها بيست بقى في التكست فايل الفاضي اللي انا كنت سايبه ومحضره من الاول. الفكرة في كده ان انا بس عايز احضر عناوين الفولدرز بتاعتي براحتي وبدقة قبل ما نعمل لها بيست بصورة نهائية في التكست اديتور بتاع اللينوكس. هجيب عنوان الفولدر بتاع الدوكر كونفيج من الاوبي ميديا فولت بالطريقة اللي احنا كنا شرحناها قبل كده، هاخدها كوبي واروح اعمل لها بيست في الفوليوم الثالث مكان pathway to let's encrypt، اعمل لها بيست ومنساش ازود slash engine x slash let's encrypt. يبقى كده هو بيعمل لي الفولدر اللي هو اسمه engine x اللي احنا كنا عملناه already ويحط لي جواه فولدر اسمه let's encrypt. وبنفس الطريقة في الفوليوم الثاني هعمل بيست برضو وازود slash engine x slash data، واجي برضو عند الفولدر الاولاني واعمل بيست مكان pathway to config واكتب slash engine x، بحيث تبقى الصورة النهائية ان انا عندي الدوكر كونفيج وتحتيه في فولدر اسمه engine x وجواه الملف config.json وتحتيه كمان فولدرين، واحد بتاع الداتا واحد بتاع let's encrypt. بعد كده اخد كل الكلام ده واعمل له كوبي واعمل له بيست في الصورة النهائية في التكست اديتور بتاع اللينوكس. يبقى كده الملف جاهز، هدوس كنترول اكس وشيفت واي عشان اسيف. يبقى كده الدوكر كومبوز جاهز. هروح بقى اخد الامر الثامن اللي هو سودو دوكر كومبوز اب داش دي، هاخده كوبي واعمل له بيست، وهو ده الامر المسؤول عن بناء الكونتينر بتاع الانجن اكس بتاعنا. كده هو خلاص خلص وبنى الكونتينرز. اروح بقى اخد الامر التاسع وبعديه الامر العاشر، اخدهم كوبي وبيست، والامرين دول مسؤولين على ان الكونتينر بتاع الانجن اكس يتعمل له ريستارت لو الكهرباء اتقطعت ورجعت للراسبري باي. تعالوا بقى نفتح البورتينر ونشوف الكونتينر بتاع الانجن اكس شغال ولا لا. انا هنا بعمل ريفرش للصفحه وفعلا الانجن اكس اب شغال والانجن اكس داتابيس شغال، ولو دخلت على اللوجز بتاعه الاب هلاقيه شغال كويس، ولو دخلت على اللوجز بتاعه الداتابيس برضو شغاله كويس. عشان اشغل بقى الانجن اكس نفسه هفتح تاب جديده في البراوزر بتاعي واكتب الاي بي ادرس بتاع الراسبري باي، وبعد كده نقطتين فوق بعض البورت رقم 88 اللي احنا ظبطنا عليه الانجن اكس، وادوس انتر فهيفتح لي هنا واجهه المستخدم او اليوزر انترفيس، وبعد كده هكتب الايميل ادرس الديفولت بتاعه بيبقى admin@example.com والباسورد اسمها change me، دي اليوزر نيم والباسورد اللي بينزل بيهم. طبعا انا محتاج اغيرهم فبيديني بيانات ان انا اكتب اسمي الفيرست نيم والسير نيم والايميل اللي عايز اتعامل بيه معاه، فانا هستخدم smarttecharabic@gmail.com وادوس سيف. وبعد كده بيطلب مني ان اغير الباسورد فبدخل الكرنت باسورد اللي هي تشينج مي، وبعد كده بدخل الباسورد اللي انا الجديده اللي انا عايزها وادوس سيف. وطالما قدرت اشوف اليوزر بروفايل بتاعي كده يبقى الانجن اكس شغال واونلاين. ونيجي بقى للخطوة الرابعة والأخيرة، وهي ان احنا نظبط الانجن اكس ان هو يربط الويب ادرس بتاعنا او الدومين نيم بتاعنا بالسيرفر بتاع النكس كلاود، بحيث انك لو كتبت الويب ادرس ده في اي براوزر في اي حتة في العالم تقدر تخش على السيرفر بتاعك. وانا فاتح الانجن اكس هروح فوق على هوست وادوس على بروكسي هوستس، وبعد كده ادوس على اد بروكسي، وفي الدومين نيم هكتب عنوان الدومين اللي انا جهزته في الدك دي ان اس اللي هو sma-demo.dukdns.org، وبعد كده في الهوست نيم هكتب عنوان الراسبري باي بتاعتي، وفي الفورورد بورت هكتب رقم البورت بتاع الكونتينر بتاع النكست كلاود، وبعد كده ادوس على الثلاث اختيارات اللي تحت واروح ادوس على SSL واختار request new SSL certificate واعلم على الاختيارات اللي انا علمت عليها دي، وبعد كده حاسب لكم برضو في الديسكريبشن السيتنجز دي
ونحطها في السكشن بتاع الادفانسد وادوس سيف. هياخد شويه وقت، وبعد كده لو كل حاجه مشيت تمام هلاقي ان السيرفر بتاعي بقى اونلاين. كده يبقى انا وصلت الانجن اكس بالدومين نيم بالكونتينر بتاع النكست كلاود. تعالوا بقى نشوف الدومين نيم بتاع السيرفر بتاعي هيشتغل ولا لا. فهفتح تاب جديده واكتب https نقطتين فوق بعض سلاش سلاش وعنوان السيرفر بتاعي اللي هو sma-demo.duckdns.org. هلاقي ان هو فعلا دخلني على السيرفر بتاع النكست كلاود بتاعي، بس مكتوب هنا تحذير access through untrusted domain. معناه ايه الكلام ده؟ ده جزء من السكيورتي سيستم اللي في النكست كلاود، ان لو حد حاول يخش على السيرفر من عنوان جديد السيرفر بيرفض ان هو يدخله. طب اعمل ايه عشان احل المشكله دي؟ احلها ان انا اعرف السيرفر بتاع النكست كلاود على العنوان الجديد، وعشان احقق ده لازم ارجع لبرنامج التيرمينال بتاعي او الباتي، وهاخد العنوان بتاع الدوكر كونفيج فولدر بتاعي اعلم عليه واخده كوبي، وبعد كده اكتب cd وبعد كده عنوان الدوكر كونفيج عشان يدخلني جوه الدوكر كونفيج. بعد كده هكتب ls عشان يديني لسته بالفولدرز اللي جواه. هلاقي في فولدر اسمه نكست كلاود، فهكتب cd نكست كلاود عشان اخش جوه الفولدر بتاع النكست كلاود، وبعد كده اكتب cd config عشان اخش جوه الكونفيجريشن فولدر، واكتب ls وادور هلاقي ان في ملف اسمه config.php، فهكتب sudo nano config.php عشان اعمل editing للفايل ده. كده عملت editing، هنزل بقى بالكرسر كده لحد ما الاقي سطر مكتوب فيه trusted domains وتحتيه كلمة array وتحتيه كلمة 0 equal الـ IP address بتاع Raspberry Pi. هقوم جاي بعد الكومة ودايس enter، وتحت الزيرو هكتب 1، اسيب مسافة اكتب equal وعلامة اكبر من، وبعد كده quotation mark، واكتب عنوان الدومين بتاعي اللي هو sma-demo.duckdns.org، وبعد كده quotation mark وكومة، وبعد كده ادوس control x shift y و enter عشان اسيف الفايل بتاعي، وبعد كده ارجع للبراوزر بتاعي واروح عند العنوان بتاعي وادوس انتر. هلاقي ان انا دخلت جوه السيرفر، وبكده يبقى انا نجحت ان انا اوصل السيرفر بتاعي بالانترنت واقدر ادخل عليه من اي مكان في العالم عن طريق الدومين اللي انا عملته. ودي كانت طريقة ان انا اوصل اي سيرفر عندي عملته في البيت على الراسبري باي بالانترنت، بحيث ان انا اقدر ادخل عليه من خلال ويب ادرس او دومين نيم من اي حتة في العالم. لو في اي مشكلة في الطريقة اللي احنا شرحناها دي، او عندكم اي اسئلة واستفسارات، ياريت تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، وان شاء الله هحاول اجاوبكم في اقرب فرصة. ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله. شكرا.